هيفا وهبي في جولة خاصة ببورسعيد أصرت على تناول الترمس بفستان السهرة، وشاركت المتابعين في كواليس يومها في المدينة. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل يومها في مدينة بورسعيد. أحيت الفنانة هيفا وهبي حفل غنائي في مدينة بورسعيد، وشاركت المتابعين عبر خاصية ستوري على إنستغرام بمجموعة من الصور والفيديوهات لليوم اللي قضته في المدينة، فنشرت عدة صور التقطتها من شباك سيارتها للبحر والميادين هناك. وشاركت المتابعين بصورة لوجبة الغداء اللي تناولتها من الحاجة أم فاطمة، وكانت مجموعة أطباق من وجبة سيفود تم تحضيرها على الطريقة البورسعيدية. وفي نهاية اليوم بعد انتهاء الحفل أصرت على تناول الترمس، وأوقفت سيارتها أمام عربة ترمس في أحد الشوارع، ونزلت بنفسها وهي مرتدية فستان السهرة لتتناول السناكس المفضل لإلها. وتم التقاط صور لهيفا على عربة الترمس، وتم تداولها بكثافة عبر منصات السوشيال ميديا، وتفاعل معها الجمهور وانعجبوا ببساطتها ووجودها وسط المحبين في الشارع. يذكر إنه أحمد أبو هشيمة طليق هيفا وهبي من مدينة بورسعيد، وكانت آخر أغاني هيفا وهبي اللي قدمتها للجمهور بالتعاون مع الفنان أكرم حسني، حيث تعاونا في أغنية لو كنت، وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت شهرة ونجاح كبير. هيفا وهبي تعرضت لوعكة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية، وتم نقلها بسببها للمستشفى لتلقي العلاج، واعتقد البعض أنها تعرضت للإصابة بالسرطان، لكن مدير أعمالها نفى هذه المعلومات. وكانت التقارير الصحفية في لبنان وقت مرضها بتشير لأنها بتعاني من مرض في الكبد، لكنها سرعان ما عادت للأضواء وبدأت تتواصل مع جمهورها من جديد. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.